1200 ضحية فقدوا حياتهم بدم بارد وسط تكتم شديد وسرية غير عادية ورعب من غضب شعبي قد يحدث بسبب ذلك، فبقيت قصتهم طي الكتمان لسنوات عدة وتسببت في نهاية باشتعال ثورة عارمة ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي. وبعدها خرجت جثث الضحايا من تحت الأرض ومن مقابرها الجماعية أنها مجزرة سجن أبو سليم الجرح الليبي الذي لا يندمل. فتعالوا معي كي تتعرفوا على أسبابها وعدد ضحاياهم ورد فعل القذافي والعالم عليها. سجن أبو سليم الليبي هو أحد السجون الأكثر فظاعة ورعبا ليس في ليبيا فحسب، بل في المنطقة العربية كلها، حتى أنه أطلق عليه اسم سجن الرعب، وقد خصص هذا السجن لمعتقلي الرأي والسياسيين. تم إنشاء سجن أبو سليم في عام 1984 في نطاق المساكن الشعبية بمنطقة أبو سليم جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس بمساحة تتجاوز 30 هكتار. وفي البداية كان سكنة عسكرية مخصصة لحبس العسكريين، لكنه وبسرعة البرق تحول إلى سجن لمعتقل الرأي السياسيين ممن يعارضون السلطة الليبية. وبالتدريج بدأت أعداد معتقل سجن أبو سليم في الزيادة دون وجود محاكمات عادلة، وكانت عمليات التعذيب التي تجرى داخله في غاية الوحشية والقسوة، حيث طالب الكثير بوجود محاكمات عادلة، غير أن ذلك لم يتم الاستماع له حتى جاءت ساعة الصفر ووقعت الكارثة. ففي ليلة 28 من يونيو عام 1996 نظم السجناء السياسيون مظاهرات كبيرة داخل سجن أبو سليم للاعتراض على أوضاعهم داخل السجن وعدم وجود محاكمات عادلة لهم، بالإضافة إلى وحشية التعذيب داخل السجن. وبسرعة البرق بدأت عمليات قمع تظاهرات السجناء وتعذيبهم من جديد، وقام السجناء باحتجاز 2 من حراس السجن، فما كان من باقي الحراس إلى أن فتحوا النيران على السجناء، فسقط 6 سجناء قتلى بينما أصيب 20 آخرون. طالب السجناء بالتفاوض مع الحكومة الليبية من خلال إرسال شخصيات رفيعة ورموز ليبية بارزة لإنهاء الاحتجاج والوصول إلى اتفاق. وقد استجابت الحكومة الليبية في البداية وأرسلت لهم المسؤول الحكومي البارز آنذاك عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية، ومعه صهر معمر القذافي ليقابلوا 5 سجناء. وقد عرض السجناء مطالبهم على الوفد الحكومي المتمثلة في وقف التعذيب وإجراء محاكمات عادلة للسجناء في أسرع وقت وتحسين جودة الطعام والشراب المقدم لهم داخل السجن، بالإضافة إلى السماح بالزيارات الأسرية للسجناء والتي كانت ممنوعة تماما قبل ذلك. وافق عبد الله السنوسي على كافة مطالب السجناء فيما عدا طلب واحد، وهو إجراء محاكمات عادلة لهم قبل أن يقوموا بإطلاق سراح الحراس. وبالفعل وافق السجناء هم أيضا على إطلاق الحراس، وتم إخراج 120 حالة مرضية من السجناء خارج السجن ممن كانوا يعانون من أمراض مزمنة داخل سجن أبو سليم ممن يصعب علاجها. وبدت الأمور وكأنها تسير نحو الانفراج والحل بعد سنوات من المعاناة، لكنها كانت عكس ذلك تماما. ففي صباح اليوم التالي وهو يوم 29 من يونيو تم نقل السجناء من عنابرهم إلى ساحة السجن، وفي تمام 10 صباحا فتحت عليهم نيران الأسلحة الرشاشة لمدة ساعة كاملة، وهو ما تسبب بسقوط مئات الضحايا. وتمت عمليات تصفية جماعية للسجناء استمرت لمدة يومين كاملين، وقتل في هذه الأحداث أكثر من 1200 سجين رأي في سجن أبو سليم، وكان المسؤول الأول عن تصفيتهم رئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي. تكتم النظام الليبي على المجزرة تماما، وتم نقل الجثث في سيارات لنقل البضائع واللحوم خارج السجن ليتم دفنهم في محيط
محيط العاصمة الليبية طرابلس، بينما اعترف بعض المتورطين في المجزرة أن بعض الجثث تم حرقها تحت درجات حرارة كبيرة وزر رمادها في البحر ليتخلصوا منها. بحلول عام 2001 بدأت الحكومة الليبية في إبلاغ أهالي الضحايا بموت ذويهم مع عدم تسليم الجثث، وفقط كان يتم تسليمهم شهادة وفاة، وهو ما تسبب بارتفاع الأصوات المطالبة بالكشف عن مصير السجناء. وقد التقت منظمة هيومان رايتس وواتش ببعض أهالي السجناء الذين قالوا إنهم كانوا يذهبون بالطعام والملابس لأقاربهم كل أسبوع دون أن يتمكنوا من مقابلتهم أو معرفة مصيرهم. الرواية الرسمية للسلطات الليبية كانت تشير إلى أن السجناء أعلنوا تمردهم على سلطات السجن وقاموا باحتجاز شرطي داخل السجن. فقد قال سيف الإسلام القذافي حين كان يتولى ملف تسوية الحادثة أيام حكم والده إن عملية القتل وقعت أثناء مواجهة بين الحكومة ومتمردي الجماعة الليبية المقاتلة. وفي عام 2005 نجحت المنظمة في زيارة سجن أبو سليم بعد مفاوضات طويلة مع النظام الليبي، بينما استمر نفي القذافي لوقوع المجزرة وازدادت عدد بلغات الأهالي بعد معرفة مصير أبنائهم أو عدم تسلم جثثهم، وبدأوا بعمل وقفات احتجاجية للتحقيق في الحادثة والمطالبة بتشريح الجثث إن وجدت لمعرفة أسباب الوفاة. قرر نظام القذافي استخدام استراتيجية أخرى وهي الإغراء المالية، حيث عرض على أهالي الضحايا الحصول على تعويضات مادية تصل إلى 96 ألف دولار للعازب ومبلغ 106 ألف دولار للمتزوج، مقابل الصمت وعدم مقاضاة النظام الليبي سواء في ليبيا أو خارجها. لكن الأهالي رفضوا المال وطالبوا بمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب المجزرة وموت أبنائهم. وعقب مماطلة كبيرة من النظام الليبي تم فتح تحقيق في القضية لمحاكمة بعض الرموز السياسية التي تورطت في المجزرة، وتولى المحامي الليبي فتح ترابل قضية الدفاع عن الضحايا وهو من بينهم، حيث فقد أحد أشقائه وابن عمه وزوج شقيقته في مجزرة سجن أبو سليم. ولكن السلطات الليبية قررت اعتقاله في يوم 15 من فبراير عام 2011 قبل قيام أحداث ليبيا بيومين فقط، حيث تحول احتجاجه إلى شرارة زادت في اشتعال الأحداث في ليبيا، وهو ما تسبب بإطلاق سراحه، وبعدها سقط النظام الليبي ومعه العقيد القذافي. وحتى الآن لا تزال قضية مجزرة سجن أبو سليم مفتوحة حتى يومنا هذا، ويحاكم فيها عبد الله السنوسي المعتقل في موريتانيا. وسيظل السؤال الأهم يطرح نفسه، هل سيحصل ضحايا مجزرة سجن أبو سليم على حقوقهم ممن تسبب في قتلهم، أم ستظل تلك القصة والقضية جرحا لا يندمل في جبين ليبيا؟